النهارده يا حبايبي خدنا قصه الاستماع لن اخاف من العدوى، طلعنا 6 بنات هيلعبوا معانا لعبه القرص الدوار، خدناهم من استراتيجيه عصا الاسماء. 6 بنات اهو. يلا يا لارا نبدا باول واحده. لارا لفي القرص الدوار يا لارا وجاوبي على السؤال اللي هيقف عليه البنك. اقري السؤال بصوت عالي. لماذا حجز الطبيب يوسف؟ لا لماذا؟ تعالي كده تعالي كده شويه. لانه اصاب بايه؟ نازله معاه شطوره سقفوا لها سقفه كبيره. يلا يا كنزي الاصفر شوفي ايه يا اصفر. اتعلمنا ايه من القصه يا كنزي؟ برافو عليكي سقفوا لها سقفه كبيره. يلا يا هاجر. لا خدنا الاصفر خدنا الاصفر خلاص. لفي تاني لفي براح. اورانج مرادف متألمة. مرادف متألمة ايه؟ متألم يبقى ايه؟ متوجعا. يبقى مرادف متألمة ايه؟ سقفوا لها برضو سقفة كبيرة. يلا يا هنا بالراحة يا هنا بالراحة يا هنا. على البني بقى على البني. مضاد يهتم ايه؟ يهمل سقفوا لها سقفة كبيرة. يلا اللي بعدها فريدة. الأخضر خدناه ولا ما خدناهوش؟ لماذا؟ لانه يخاف من العدوى سقفوا لها سقفه كبيره. يلا يا شمس. هاتي اللي بعده شوفي حاجه تانية. ايه اللي فاضل؟ البنفسج. هاتي البنفسج. كم يبلغ عمر ايه؟ كم يبلغ عمرهم؟ 9 سنوات. شطورة 9 سنوات سقفوا لها سقفة كبيرة.